أيام منتظرة لعشاق كرة القدم في السودان وفي كل مكان بالنسبة للهلال والمريخ يومي السبت والأحد المقبلين، المريخ أمام أهلي بنغازي الليبي في ليبيا، والهلال هنا في الخرطوم أمام فريق الشباب التنزاني. أكيد كل أمنيات يا هديل بالتوفيق أكيد لثنائي الكرة السودانية. أكيد كل التوفيق لهم، وإن شاء الله نكون غالبين ما مغلوبين يا رب. لكن أكيد في مفاجآت وفي حاجات جميلة يا محمد الخير منتظرانا، وحنكشفها الليلة للجمهور الجميل. صحيح، هاشتاج إفريقيا أكيد يا هلال واحد من الهاشتاجات المهمة جدا لجمهور الهلال العظيم في كل مكان. هذا الهاشتاج تم تحويله الآن إلى أغنية إن شاء الله سيتم تدشينها من خلال حلقة اليوم من برنامج في حضرة المساء بصوت واحد من أجمل الفنانين وأجمل الأصوات التي تغنت بكثير من الحب بكثير من العشق لنادي الهلال، خاصة أنه هو ابن من أبناء هذا النادي وعاشق لهذا النادي وترجم موهبته الفنية كحروف وكلمات وألحان وغناء لنادي الهلال. الفنان الجميل ياسر تمتام، مرحب بك، مشرفنا ومنورنا في قناة البلد وبرنامج حضرة المساء. مرحبا حميد، الله يديك العافية، وسعيد جدا أن أكون الليلة في معياتكم. تسلم كثير يا أستاذ ياسر، أكيد منورنا ومشرفنا اليوم معانا. لكن مبدئيا كده بأول حاجة عايزين نعرفها، كيف تنظر للمباراة القادمة يوم الأحد التي تنتظر الهلال وجمهور الهلال في الدوري الـ 32 ما بين أبطال أفريقيا، الدوري بتاع الأبطال، وأيضا مع الشباب التنزاني؟ والله العظيم نظرة قوية، دي أملنا كله وحاجاتنا كلها أكيد. يعني، ومن المهم جدا أن يكون اللعيبة في استعداد التام، والجمهور لازم يكون في أتم غابلية وأتم الهتاف التام، لازم نجيب كل يد واحدة. نحن المعنويات بندي المعنويات الكبيرة للعيبة، لازم نكون حضور تام بكل هتافاتنا. نمرة واحد ترعب العدو، نمرة اثنين تدي روح المعنوية الكبيرة للعيبة. فالجمهور هنا ده له أثر كبير في الفوز. يعني احنا لحد هسه ما فزنا، لازم نثبت جدارتنا عشان نمر، ما نخط النتيجه اللي فاتت في راسنا، لازم يكون الهدف قدام وسنعبر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني من الحاجات الجميله يا هديل في ياسر انه هو كفر وتر، اتصلوا من الغنى اتصلوا من الكوره، هو لاعب سابق في بيت المال في شنبات، كان حارس مرمى، انا ما اعرفه كان حارس مرمى كيف، لكن كان حارس مرمى بعد كده يعني نشوف بيحصل شنو. لكن يعني ياسر الاداء الجميل اللي قدمه الهلال في المباراه السابقه خلانا متفائلين بانه الهلال قادر على العبور، ولكن برضه كره القدم فيها كل شيء، لازم برضه الناس تكون حذره ومستعده بافضل صوره ممكن. والله نحن اسينا 75%، لكن انا بديها ال 50. ال 50 دي مقسمه على ثلاثه، 35 اللعيبه و15 الجمهور، لكن انا بحكسها. الجمهور اذا توحدنا بلبس واحد اللي هو اللبني والابيض الناصع بتعمل نفسيات، الحاجه دي سيكولوجيه بحته. اللعيبه لما يشوفوا الجمهور بحدير واحد بصوت واحد حيديهم دافع كبير. فانا بقدم رساله كبيره للجمهور العظيم جمهور الهلال انه يتوافدوا من بدري، يوحدوا النغمه. توحيد النغمه دي بيعمل هدير في الملعب برعب الخصم، فلازم يكونوا حضورا بكل اناغتهم التامه. يا سلام، اللفسه الواحده اللي هو شعر الهلال دي بيكون حاجه تمام، والصوت الواحد والدعم نعم الواحد. نعم نعم، دي اصلا ده دافع كبير للعيبه انه الروح المعنويه لما ترتفع بتبقى زي الروح المعدنيه، بيبقوا في قوه. طبعا اكيد. وان شاء الله ان شاء الله لان كلنا حضور ان شاء الله بطلنا يا حيوان، لحد احنا كلنا من الساعه 2 كلنا قاعدين ايوه من بدري. طيب يا استاذ ياسر، التغني للهلال ما بغضب جمهورك من المريخ؟ والله يا اخي ما حصل، لانه انا قبل كده المريخ كان لاعب خارجيا، ومشيت زمن جمال الوالي، مشيت عملت لهم حفله وبعد كده كرموني يعني.
الفنان ما حق الكل. صحيح. أنا لما أكون الخصم بتاعي من السودان لاعب برا، أنا لا أمثل التيم بتاعي، بمثل السودان. صحيح. فبكون واقف معاه معنويا، وده من حقهم علينا أنا كفنان. لكن لما نجي للحته الثانيه كل زول يشيل شبكته يملى شبكته. يعني يا سلام يا سلام. ياسر، انت نوع من المشجعين، زول تلفزيون وقاعده في البيت ولا زول استادات؟ والله يا اخي انا كنت مداوم على الاستاد، لكن في فتره كده اي تيم بيمشي بينكسات، يعني بيمر بينكسات، فبقيت ما بستحمل. وانا كفنان لا اقدر اكورك، لا اقدر انبس، لا يا اخي شو فبتكون شينه في حقي. ايوه. فبقيت الزم الا الكوره تكون بسيطه، لكن التمارين البتاع بمشي بمشي، لكن صعبه. الاستقرار للتيم للنادي نعم مهم جدا. أكيد جدا اكيد اكيد. ودائما المسانده والمؤازره. أيوة. والوقفه المحبين بيزيدوا لما يكون التيم في حاله بتاعت روقان، اهدافه انه يتسمو بالنادي، ما في مشاكل داخليه، المشاكل الداخليه بتاثر على اللاعب قطع شكل. فنامل انه دائما نكون في حاله بتاعت استقرار. بس في بس في مباريات كده بتستفزك لازم تكون حاضر في الاستاد. طبعا طبعا. أيوة. زي دي؟ ايوه زي دي. دي انا بقدر استنى في التلفزيون. انت من هسي منتظر يوم الاحد ده؟ حفله بتربط. كلنا منتظرين اكيد. يا محمد والجمهور اكيد، وجمهور الهلال اكيد منتظر يوم الاحد عشان ننتظر النصر وننتظر البطوله لينا ان شاء الله باذن الله. لكن زي ما ذكر هسي محمد قال كفر ووتر. نعم. علاقه الفنانين وتحديدا انه الكروان الحقيقي كان بيلعب كوره، وعديد من الفنانين يا ياسر كانوا بيلعبوا في الكوره، في جمال. نعم. فرفور، في عبد الكريم، في ابو طالب. ايوه. عبد الكريم ابو طالب. ايوه. فديل قبانا. ايوه ديل كلهم كرومه ده فنانين. ايوه ديل كلهم فنانين. حارس الهلال. اكيد. فديل كلهم لعبوا. نعم. ياسر لعب؟ لعب؟ نعم. لعبت في ابروف، لعبت في ليشمبات، لعبت للصوف القضارف، ولعبت لبدر مضومبان، ولعبت في اشبال الهلال. موهبه يعني موهبه. دي زمانك كنت حارس مرمى، لكن هسه والله فكوا ده لا بيخش. خلاص كبرنا وما بنقدر على الغنى. اخذك من الكوره؟ اخذني شديد. يعني في لحظه من اللحظات التمارين البتاع بقت مشكله. لكن قاعد نتمرن هسه دي مع الفنانين ذاتهم، قلت انا عصام محمد نور ولي زاكي الدين، عندنا تيم مرانا. طيب في نقله كده في حياتك حق نحاول نعرفها، ويمكن الساده المشاهدين اكيد حيسمعوا سيد الفرح دي ثابته عندنا لازم الناس تسمع يعني، وفي افريقيا هلال وان شاء الله بعد الانتصار تكون برضه ثابته عندنا، بس دارين نعرف سر النقله من المديح للغنى عن ياسر تمتام. والله يا اخي السر ده انا بحب الشعر عامه. نعم. فالمديح اخذني انه اعمل كلاسيفيكيشن اللي هو تصنيف بين نعم. بين الشعر الجاهلي والشعر السوداني. فجيت في البدايه المديح هو في المساق بتاعي انا كنت مداح اصلا. فبعد ذاك في كلمات نقلتني للحقيبه، فبقيت اغوص في الحقيبه عشان اعمل تصنيف بين الحاجات دي والمفردات اللي في الحقيبه. فقعدني شديد الى البلاغه خلاني احفظ. يعني ادور انضم في حته معينه اقول لهم والله في الشعر الجاهلي قال كان تمشي الهوينه كما يمشي الوجه الوحل. جا هنا ابو صلاح سنه 1930 قال كان مشيتها من بيت جارتها من السحابه الرئيس من عجله. هنا ابو صلاح قال كده، وهنا عتيق قال كده. دخل انا احفظ كثير. ايوه حفظت كثير من الغنى الحقيقي. هاي بعد ذاك بالصدفه كده لغايته في الدوره المدرسيه دخلوني. لقيت روحك بتغني. اول اغنيه سجلتها كانت سنه كم؟ للاذاعه ولا التلفزيون؟ للاذاعه. للاذاعه 1988. 1988 هديل كانت وين؟ 1988 هنعرف بعد الفاصل. خليكم معنا.
ما قاعده، لكن بعد الفاصل حنعرف. تاريخ ويوم كبير ان شاء الله يوم الاحد للهلال في بطولتي دوري ابطال افريقيا، وتاهل الفريقين الكبيرين ان شاء الله لدور ال 16. افريقيا هلال زي ما تكلمنا يا هديل، هاشتاج طرح جمهور الهلال في كل موسم يلعب فيه الهلال افريقيا، وذلك من اجل ان يذهب الهلال بعيدا في البطوله الافريقيه. اغنيه جديده جميله طرحها، كانت مبادره من جماهير الهلال ان تاتي بهذا الاسم وبهذا الهاشتاج الجميل يا هديل. اكيد هاشتاج جميل وهو معنى حقيقي وحاجه حقيقيه يستاهل الهلال اكيد، وفيها حاجات وفيها مفاجات وكلام ومعاني حتثير الجمهور وحتعجب اكيد الفريق الهلال. واكيد يا محمد الخير في صحيح. حاجات كثيره لكن احنا ما دايرين نحرق صحيح. الحاجه. نعم، ياسر تمتام ضيفنا حيكلمنا عن كواليس هذه الاغنيه افريقيا يا هلال، وكيف جاءت الفكره من اجل انه يتحول الهاشتاج الجماهيري ده لاغنيه ونشيد لجمهور الهلال. والله اول حاجه اجتمعنا محبه في هذا التيم الكبير العظيم الهلال. اجتمعنا انا واخوي خالد النزير ونزار مدوم في كتابه. أنا ما أقدر أقاطعك بس أقدر أحيي خالد النزير والله، لأن أيوة. أنا كنت شاهد على اجتهاد أيوة. كبير جدا، اجتهاد كبير والله، ورغبة كبيرة جدا في إنه الهاشتاج ده يتحول لأغنية أيوة. ويكون يعني يظهر للنور حتى من خلال قناتنا قناة البلد، فبحيي تحية خاصة والله يعني. له كل التحايا هو الصبغة الكبير له والله صحيح، واجتهد جري جري شديد والله عشان سوى. اجتمعنا بكلمات المهم دخلنا زي حركة الشعر الزمان بيدي حلو كل زول أدلى بدلوي عشان تطلع كلمة، لا دي كده دي كده لحد ما بقت بدأ اللحن نزار مدوم بعمل لحن وقعدنا فيه برضه واتطورت النهاية لحد ما دخلنا الاستوديو نحمد الله، وقف معانا اخونا الفنان العازف المهندس ايهاب جعفر وقفه بتاعت محبه برضه للهلال، وسجلنا العمل واجتهدنا فيه كثير انه يطلع في احسن حال، رغم انه كنت انا في ملتهب لكن لازم نحصل هذه المباراه عشان نعمل نحن كفنانين عندنا في الحياه يعني رسالات لازم نعملها، وتظهر اغنيه افريقيا هلال. افريقيا هلال، وعندنا اخونا محمد القمش برضو من محبي الهلال في دبي عمل شغل جميل جدا محبه في الهلال. يا سلام، والهلال عظيم اكيد اكيد، ولازم كل الرساله في الاغنيه دي يا جمهور لازم تمشوا بيه، لانه نحن اهم العنصر الاهم في الملعب صحيح. في يوم الاحد لبسه واحده الزي حق الهلال لازم لازم هتاف بصوت واحد نرعب الحكم ذاته. طيب لاول مره وحصريا على شاشه قناه البلد التدشين الرسمي لاغنيه افريقيا هلال بصوت مطربه وفنانه جميل ياسر تمتام، نسمع افريقيا حبابي. هلال أديرنا العالي لما نثور هلال العزة خات الجول دوام منصور غنوا معانا يا جمهور معانا يا الجمهور يحلو غنانا فيهم قول تحلو غنانا فيهم قول أديرنا العالي لما نثور
إلى للعز خات الغول دوام منصور. عشقك يا هلال بديع هلالنا وسيد بلدنا سفير في العربية انت ريادة في افريقيا انت كبير. عشقك يا هلال بديع هلالنا وسيد بلدنا سفير في العربية انت ريادة في افريقيا انت كبير. موهبة يا هلالنا صوت جمهورك انت زئير. موهبة يا هلالنا صوت جمهورك انت زئير. موهبة يا هلالي صوت جمهورك انت زئير. موهبة يا هلالنا صوت جمهورك انت زئير. ازرق زاهي ابيض باهي كورة وفن هلالنا جسور. شوفوا المدعى شوفوا الكورة شوفوا المدعى شوفوا الكورة هلال العز في مدرمان. هجوم كاس احتفاع فولاد صميم وأمان. شوفوا الكورة شوفوا المدعى شوفوا الكورة إلى آل العزة في مدرمان. هجوم كاس دفاع فولاذ هجوم كاس دفاع فولاذ صميم وأمان. فرحنا البيك دي ما يتم فرحنا البيك دي ما بيتم يا فخري وعزة السودان. ما بنرضاه غير النص ما بنرضاه غير النص ما بنرضاه غير جولة منذ الآن. ما بنرضاه غير النص ما بنرضاه غير النص ما بنرضاه غير النصر وحسم الجولة منذ الآن. حسم الجولة منذ الآن. حسم الجولة منذ الآن. إلى النفوق إلى النفوق هلالنا فوق هلالنا فوق هلالنا فوق هلالنا فوق هلالنا فوق هلالنا فوق. تعالوا نقف معه صمود هلالنا الغالي ما بنضار. تعالوا نقف معه صمود هلالنا الغالي ما بنضار. نقف بوراه مهما يكون شان ما يبقى عالي مغام.
المكسور بيحلو غنانا لما نقول الله الوطن الهلال، الله الوطن الهلال. نجيب لي وراه ومهما يكون جاد ما يبقى عالي مغام، هنتكاتب بيد واحدة وبيحنان للي قدام، هنتكاتب بيد واحدة وبيحنان للي قدام. جينا نقول يلا نقول هلالنا فوق، هلالنا فوق، سلام يا سلام. عمل جميل، عمل جميل صراحة ياسر. تحية لك وتحية لكل القائمين على هذا العمل الجميل وهذه التجربة التي نتمنى أن تكون فعل حسن للهلال قبل مباراة الشباب التنزاني يوم الأحد. غير إن شاء الله الأغنية الثانية الكبيرة أسعدي ما عملنا عشان نحصل بها المباراة. يعني فيها اجتهاد شوية رغم المصائب والكهرباء القاطعة، لكن الحمد لله لحقنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وده الدور المهم للفنانين. صحيح. خلف الأندية الرياضية كده. هذه أهم حاجة. وغير كده لاحظت أنه فيها رسالة موجهة للجمهور هو أسد الملعب. صحيح. نحن دارين صوته، دارين زئيره، دارين وقفتهم بإيد واحدة بصوت واحد عشان اللعيبة يلقوا كل القوة. أكيد يلقوا كل القوة، وانتوا اول الناس اللي بتدوا الدعم للاعيبه والحماس جواهم بيجوا من الفنانين. واجبنا تجاه الهلال محبه. صحيح. وواجبنا وكوطني. صحيح. ان شاء الله نامل انه اليوم يطلع زي ما نحن حابين ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون فاتحه خير الغنيه، وان شاء الله تكون بوابه خير ان شاء الله، ونكون من الغالبين ان شاء الله ان شاء الله. ونقول اللبسه حقت الهلال كمتكاملة بتكون جميلة جدا. أكيد. حتى صورتها في الملعب. أكيد. فبتدي باور كبير للعيبة إنه إن شاء الله يكون النصر حليفنا. إن شاء الله بإذن الله. ياسر في طلب من الكنترول. أي. أهلا به الهلال هلا. إن شاء الله كان دندنة كده بس. كويس. أنا الليلة زي ما قلت لك عن صوتي قليل، لكن بس أدينا حاجة بسيطة كده. أول حاجة أبدأ اللاعب كروما كان لعب في الهلال وسنة 31 عمل هل الهلال ولا إياب صفنه وضع تاريخ للبلاد بفنه، هلالي كل الأغطار يعرف أنه بعمر البنا برضو عمل شفنا حبيبي الريدو غير إلا أهلا به الهلال هلا، ألا حزني ولا كوكب علي شراق لنا يجلى، أهلا به الهلال هلا، أنور جبين الكون نورا الحلا، أم قمر دور في الأرض يدلا، أهلا به الهلال هلا، أدى الملاك جانا في الغيم اللحن المطري وشجعنا، أهلا به الهلال هلا، من نعيم الكون كم تناجانا، والمحبة الصادقة لبسنا تيجانا، هنا وبيه الهلال هلا. يا سلام. يا سلام.
أكيد الهلال وحضوره الزاهي والباهي دائما في الأغنيات السودانية، وهذا يدل على شيء، يدل على هذا النادي المؤثر ما بس في الحياة الرياضية وإنما حتى في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية. علاقتك بالقطاع الثقافي بنادي الهلال يا ياسر، وخاصة أنه الآن هناك الكثير من الليالي اللي بيشهدها مسرح كرومة. نعم، من قديم جدا قبال ما تدعمل الجوهرة كان عندنا احتفال شهري في المنتدى بتاع الهلال انه في الناحيه الشرقيه، دي سابته من سنين بعيده جدا جدا، نحن محبتنا ما جديده، قديمه جدا للهلال، فاي منتدى كان بيتعمل حتى لو ما مغني بيكون حضور، يعني الا اكون مسافر او شغال حفله يعني التزام رسمي يعني، لكن من قديم جدا، حتى جات بعد ذاك الشغل الاخير بتاع الكاردينال ومنا الجوهرة عملنا الاحتفال، كنا في الاحتفال ذاته. نحن مع الهلال في اي حاجه، يا سلام، لكن هو من الفرق القديمه اللي عملت المنتديات الثقافيه داخل داخل الناحيه، فمجالات عده نامل التوفيق لهم، ونحن كناس مسموعين ومعروفين كل ما طلبوا يدنا دي نحن بنمدها اصلا، بالعكس نحن بنمدها قبال ما يطلبوها. صحيح، هسه مطلوب منك سيد الفرح. طوال يا سلام. طوال يا حاضرين. نسمع سيد الفرح. نسمع.
جمهور اصيل اخلاق وادب تبكي الولاب عرف التعب جمهور اصيل اخلاق وادب تبكي الولاب عرف التعب يا موج بيهدير يا موج بيهدير بنت الهلال انت الهلال التام دور انت المباهج والسرور انت الهلال التام دور انت المباهج والسرور يخشوك يا الأسد الحصور يخشوك يا الأسد الحصور فرحنا يا صيف العبور وانت الهلال هناك الهلال يا سلام انت الهلال لك. يا كل هلال سيد البلد شكرا لك كثير ياسر الله يديك العافيه شرفتنا ونورتنا ان شاء الله يعني نكون كلنا سعيدين فرحانين منتصرين بفوز أكيد. الهلال يوم الاحد المقبل ان شاء الله ان شاء الله يا رب وبرضه في رساله من خلال الاغنيه انه الجمهور مهما حصل يكون ذو اخلاق وادب اكيد صحيح لان الكوره دي منقول عالميا ده نخلي وجه السودان دائما نحن وطننا ده أهم من أي حاجة عشان كده قلنا الله الوطن الهلال الهلال يا سلام عليك ولسه نحن نقول كلنا نكون يد واحدة بلبسة واحدة ونتحلى بالأخلاق الحميدة إن شاء الله شكرا لك كثير ياسر بالتوفيق للمريخ يوم السبت وبالتوفيق للهلال يوم الأحد إن شاء الله فقراتنا لسه متواصلة هذه أكيد بس حنطلع فاصل مع الكنترول ونرجع جايين